اهلا بحضراتكم من جديد. واضح طبعا على الكره الطايره رجال في النادي الاهلي الحقيقه ان هم بادئين الموسم بتركيز شديد جدا، عايزين ياخدوا البطولتين النهارده، سواء السنه دي انا اسف، سواء دوري او كاس. كان عندنا مباراه امبارح مهمه جدا مع طلائع الجيش. المباراه يمكن في الاول شهدت بعض التالق لنادي طلائع الجيش، وانتم عارفين نادي طلائع الجيش معاه محترف رواندي قوي اللي كان بيلعب الارسال. فالحقيقه نجحنا بشكل كبير ان احنا نحسم اللقاء ونسيطر عليه، وكانت خلصت النتيجه 3-0. الاشواط خلصت بنتائج 25-19 25-19 25-19، ثلاث اشواط بنفس النتيجه. والحقيقه الماتش ده كان تحصيل حاصل. طب ليه تحصيل حاصل؟ لانه الفرقتين ضمنوا التاهل للادوار الاقصائيه، وعرفكم يعني ايه ادوار اقصائيه وليه اتقال كده زي الباسكت. طيب في 8 فرق خلاص تقريبا حسموا التاهل، حسموا التأهل اللي هم مين؟ في مجموعة أولى ومجموعة تانية. المجموعة الأولى مين اللي حسم منها التأهل؟ الأهلي وطلائع الجيش وبتروجيت وهليوبلس. المجموعة التانية الزمالك، سموحة، الاتحاد السكندري، الطيران. هيلعبوا مع بعض دور واحد. هيلعبوا ازاي؟ من الأول للثامن، هيترتبوا من الأول للثامن. الأول هيلاعب الثامن، الثاني هيلاعب السابع، الثالث هيلاعب الخامس، الثالث هيلاعب السادس، الرابع هيلاعب الخامس. هيلعبوا مع بعض ادوار اقصائيه زي الباسكت، بيست اوف 3. اللي يكسب ماتشين اتاهل الدور اللي بعد كده، اللي هو دور قبل النهائي وبعد كده دور النهائي. الماتشات هتبقى ورا بعض وهتبقى كتير، عايز سكواد. الفرقه اللي عندها سكواد كبير، عندها سكواد جامد، عندها تغييره، هي اللي هتعدي بسلام. وطبعا في الوسط هيتخللوا مباراه الكاس تاني وتالت ورابع، بنشيد باتحاد كره الطايره. الحقيقه الناس عامله شغل كويس، في فرق في انتظام البطوله، شكل جديد، اللعيبه نفسها حتى مستوياتها ثابته، الشكل الدوري حلو. ان شاء الله ربنا يوفقهم مع منتخب مصر زي ما وفقهم الحمد لله مع شكل البطوله. كاميرا الابطال كانت موجوده هناك في المباراه، عملنا التقرير ده، هنتفرج عليه ونرجع لبعض تاني. كسبنا كل الماتشات 3-0، ودي حاجه برده كويسه جدا للفرقه وبدايه كويسه. عندنا ان شاء الله الفتره الجايه فتره مهمه جدا. دي النهارده كانت اخر مباراه اللي هي يعتبر بالنسبه لي انا يعني اللي هي مش مهمه يعني، لكن اللي جاي كله ان شاء الله مهم. باذن الله ان شاء الله يعني الفتره الجايه تبقى مهمه جدا بالنسبه لنا، وان شاء الله الناس كلها عارفه ان اهميه الفتره اللي جايه. ان شاء الله احنا هنبدا معسكر يوم السبت قبل الماتشات بيوم. عندنا يوم الجمعه هيتمرن في سيد حسن مصطفى برده عشان ناخد على الصاله اكتر. ممكن نقول الدور ده ما كانش ليه لازمه قوي يعني، احنا كده كده كنا صاعدين، بناخد اول 4 من مجموعه فيها 6 فرق، فكنا صاعدين يعني من الماتش الثاني. ممكن نقول زي ماتشات وديه بس رسميه، فالحمد لله قدرنا نجهز الفرقه كلها. هنخش بقى في الجد في 8 الاوائل، يعني برضو ده دور مهم ان هو هيحدد الرانكينج بتاع البلاي اوفز. فعايزين طبعا ان شاء الله نكسب كل الماتشات ونبقى اول عشان نلعب الثامن في الاول، يبقى ماتش يعني سهل ان شاء الله في الكوارتر فاينلز. بكره اجازه، لكن بعد كده اول ماتش يوم الاحد ان شاء الله، حد 2-3، فبكره اجازه والخميس في تمرين هنا، وبعد كده هنروح على طول نتمرن في صاله حسن مصطفى، عمرنا ما لعبنا فيها فولي، فنتمرن فيها جمعه وسبت، ناخد عليها ان شاء الله ونخش على طول على الماتشات. الحمد لله طبعا احنا الماتش ده طبعا طلعت الجيش فرقه قويه وعاملين لها حساب طبعا، الحمد لله يعني كنا عاملين محاضره كويسه يومين ورا بعض اللي عليهم يعني، والحمد لله الماتش طلع اقول فوق المتوسط يعني. الفرقه نفذت كتير جدا من اللي احنا قلناه، والحمد لله احنا هنا يمكن الدور الاولاني والثاني بدون خساره شوط، وده شيء مهم جدا يبدي ثقه للاعيبه يعني. الحمد لله احنا عندنا اكتر من كده بكتير جدا 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 في التمرين، بيبقوا احسن من كده بكتير قوي يعني. يعني لو يعني مش عايز اقول يعني مش عايز احسدهم يعني، بس الحمد لله انا في اداء احسن من كده في فرقه النادي الاهلي، انا متاكد ان في احسن من كده، وان شاء الله بالتدريج هيجي مع الماتشات الجايه باذن الله. يوم 27 و28 و1/3 دول هيبقوا لوحدهم، وبعدين دوره في برج العرب، وبعدين الدوره الاخيره في الاسماعيليه ان شاء الله. دول 7 ماتشات ورا بعض هنلعبهم لغايه نهايه تقريبا نص 3. دي مرحله ثانيه، الثالثه، المرحله الرابعه والاخيره بقى هي دي المهمه، البلاي اوف ان شاء الله، ده لسه ما تحددش مكانه يعني ولا مواعيده.